انا جيت سعيد بالتعامل ديالي. هذه ماشي المره الاولى اللي كنخدم مع رضوان، يعني كانوا بزاف ديال الخدامي معاه وفرحان بزاف حيت هذا العمل هذا كيمثل بلادنا المغرب واحد التظاهره اللي هي كبيره في العالم المونديالتو. وكنشكر لي زارتيست كاملين على اي مجهود قاموا به باش ينجحوا هذا العمل، وكنشكر الصحافه المغربيه حتى هي على الوقفه ديالها معنا، وشكرا للجميع المغاربه وهادشي اللي كاين. صراحه كان الوقت لاعب ضاغط علينا الوقت الصراحه، ما كانش بزاف الافتتاح، باقي واحد 3 ايام باش يكون الافتتاح، يعني ما دركش كانوا لي بروبليم اللي هما تكنيك كما قال السي رضوان في ندوه صحفيه. هادشي اللي عطى واحد تاخر بسيط، ولكن الحمد لله كل تاخيره وفيها خيره. الاغنيه خرجت وانتم كتشوفوا الصدى ديالها، هي حاليا رقم واحد الحمد لله، وكل شيء فرحان بها، احنا فرحانين، المغاربه فرحانين، الصحافه هي فرحانه وكتدعمنا، الفيفا كذلك فرحانه بهذا العمل، وهذا هو الاهم. اما مسائل ايه ونشرفوا المغرب وفاش كيتعلق الامر بالرايه المغربيه، فهذه واحد الحاجه كتخصنا كاملين. الحمد لله الاغنيه دمصاري كانت هي قريبه للوقت ديال طرح الاغنيه ديال المونديالتو. الحمد لله حتى حاولت في الكليب ديالها نقرب شويه المستمعين في الوطن العربي الثقافه ديالنا البلاد، ودخلتهم المدينه القديمه في تطوان، والحمد لله الاغنيه دارت واحد ان شاء الله. حاليا باقي ما كاين والو، ولكن قريبا ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.